مالك يا صاحبي؟ مخنوق يا صاحبي. انت اللي مخنوق؟ روح تطلبها مني اللي مخطوبه لصاحب نصيبها. ما انتش عارف ان الجواز اسمه نصيب؟ انا اللي اعرف ان انا بحبها وهي بتحبني، وانت عارف كده كويس. انا ما اعرفش حاجه. انت مش صاحبي يا اخي، ما تحط نفسك مكاني. انا صاحبك بس ما احطش نفسي مكان حد. افرض ان انت بتحبها ورحت. لا انا بقول لك ما بحبهاش. بروتا اسمعني، انا بقول لك افرض انك بتحبها ورحت تطلبها منه. افرضش. ليه يا بروتا؟ في ايه؟ الله، ليه ما تفرضش؟ ليه؟ عشان مش هعمل كده. مش انت مجنون يا ابني؟ يعني انت هتحبها بجد ولا هي هتحبك ولا هتبص لك؟ وهي ما تبصليش ليه؟ اولا بتحبني، ثانيا فرق 14 فدان فوق بينك وبينها، هتحبك ازاي دي؟ هي قالت لك اني ما ينفعهاش. قالت يا بروتا. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. عقبال اما تفوق وتصحى لنفسك للغلبانه اللي متشحتفة عليك دي. انا في حد متشحتف عليا؟ في حد متشحتف عليك. مين ده؟ زيزي ولا هتستعبط؟ زيزي؟ ايوه يا ابني الوقت بيجري. يا ابني انت اللي عبيط، انت اتهبلت. زيزي دي بتحب واحد حمار مش حاسس بيها. هي قالت لي انا كده. يعني تقصد حضرتك بالحمار ده؟ اوعى تلعب بعواطفك يا عم. العب بعواطفك ليه؟ الحقها قبل ما يصادرها منك ويقول لك مخطوبه لصاحب نصيبها يا كمان. مين اللي هيصادرها؟ هيكون مين غير سيزفت عزب؟ اسمع اللي بقول لك عليه. وزيزي تدفعني؟ طبعا البنت زي القمر وصغيره وجميله وبتحب. سيبك من ده كله، الجينات الوراثيه الطويله اللي عندك وعندها. انت بتقيس الحب بالمازوره؟ اسمع الكلام ده، انتوا هتجيبوا نخل زي القمر. اسمع اللي بقول لك عليه. انت بتلعب بعواطفي ولا غاوي تجرح فيه؟ الحق البنت يا بني ادم. متاكد؟ متاكد. زيزي انا الحمار يا زيزي. حمار بجد؟ ممكن اعرف مين اللي ادالك حق تقول لنا انا بحبه؟ ومين اللي اداك الحق تتصنطي عليه؟ ما هو اللي عرفك لازم يتصنط عليه. ليه يا بنت؟ انا عملت لك ايه؟ عشان يلحق نفسه وتقي شرك. شري انا؟ بعد اللي بعمله عشانك ده شري؟ شري ليه ان شاء الله؟ ايه كل ده مش عارف؟ عمال تشوف كل حاجه بقى الشفاط. اشفط ايه وشفاط ايه؟ كلميني زي البني ادمين هنا. شفاط مش شفاط اسمه، ما تسيب له حاجه يا اخي دوبك ثواني. انا ما طلبتش منه حاجه. هو اللي اداني كل حاجه بكيفه ومزاجه. وانت اديته ايه؟ لو طلب كنت اديته. عمره ما يطلب منك حاجه لانه عادي. ايه؟ مش بتقول صاحبك اخوك وحبيبك؟ اطيب مني يا زيزي. وانا لو خليني بحبك من غير ايواء، الواد بيدور عليك وهجوزهولك غصب عنه خلاص. لا لا، ساعتها انا اللي هقول لا. انت يا اما مجنونه يا اما في ربع ضارب. ليه لا ليه؟ الحب مش كلام، الحب تضحيه ولا لازم اضحي. لا اله الا الله. وتضحي ليه؟ وعشان مين يا بنت الناس؟ عادل بيحب واحده ثانيه. يا سلام، جبت التايه. لو عادل بيحب واحده ثانيه انا اول واحد هيعرف. صاحبي مش ايه عمري سره معايا. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. نعم يا اختي. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. ليه بيحب امي ولا ايه؟ ما ينفعش يقول ليه؟ مش فاهم. عادل بيحب شربات. شربات مين؟ بنت زانيتي. بيحبها ازاي؟ بيحب. ما لازم يحبها، مش هتبقى مرات اخوه؟ ما لازم يحبها ويخاف عليها. عايز يتجوزها. انت عايزه تولعي الدنيا ولا ايه؟ فلوسك السودا دي يتجوزها ازاي اذا كان جاب لي الدبل قدام عينيكي؟ ما هو جاب الدبل وكتب اسمه واسمها عليه. اسمه واسمها عليها؟ يعني الدبل ان انا دخلت؟ يعني هو ما كانش يعرف ان انا وجايب الدبل كاتب عادل وشرباتي وانا زي الحمار خدتها؟ يا نهار اسود، وانا اقول دبلتي طويله قوي عليا يا ربي. طب عادل فين؟ عادل مات. عادل ولا عادل؟ سيبني في حالي بقى يا احمد، انت عايز مني ايه؟ انت ايه اللي جرى لك؟ اتجننت ولا ايه؟ لا انا عيلتي عايزه بيت. وايه البؤجه دي ان شاء الله؟ اللي جيت بيه همشي بيه، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط؟ بعد اللي عملته علشانك السنين الطويله دي وتقولي لي بلاط؟ بعد ما خليتك بني ادمه ونجمه وتقولي لي بلاط؟ انت اللي كنت عايز تعمل مني نجمه ولا زفت؟ انت كنت عايز تصحي فاكينام وتموت شربات. انما اسفه بقى يا عزب بيه، انا شربات وعايز اكون شربات. اني شربات وعايز اعيش حياتي بحريتي وارادتي وكرامتي. والله عارف القطه المغمضه فتحت، البنت الخاصه طلع لها لسان بعد ما كانت بتقول بقى دلوقتي بتقول عايز اعيش حياتي بارادتي وحريتي وكرامتي. مين اللي علمك الكلام المزيف ده؟ انت. بس ده مش معناه انك تعاملني على اني كرسي في صالونة تحطه مطرح ما انت عايز. اسمعيني كويس، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. لا يا عزب بيه، انت بتحب الباكينات وانا شربات عن اذنك. لا لا، مش انت اللي هتقفلي الروايه، مش انت اللي هتحط كلمه النهايه. سيبني. انا قلت لك ان انا هنا في الكل في الكل، انا صاحب الكلمه. سيبني. هتجوزك. سيبني بارادتك غصب عنك. حاجة وزن. سيبني بقى. اسمعيني كويس. الحقوني. حد ينفع الراجل المجنون؟ ايه ده؟ عادي. سامع صوت استغاثة؟ ايوه انا. انت سامع صوت استغاثة؟ انا. انت؟ الحقني الراجل المجنون ده كان عايز. مجنون؟ من امتى؟ من امتى؟ تعالى هنا معايا. ايه؟ اسمع كويس. انا بحبها وعايز اتجوزها وعايزك تكون الواسطه بيني وبينها، عايز لازم توافق يا حيوان. تتجوزك انت؟ ايوه. انت مين انت؟ ابن مين انت؟
مسموع عليك يا نادي يا جبان. ده نقتله. لا. ده نتبعه. مش الدرجات دي. حد جاب لي عصافة. نوريتك يا نادي يا جبان. ايه ده؟ عامل لي فيها تمرجي. تمرجي معاك. روحك هتطلع في ايدي يا عسل. سيبه هيموت هيموت في ايدك بجد. خايف عليا يا باكينام. ادفوا عليك يا اخي. هتتجوز حد غصب عنه وعزب بيه. مش غصب عنه. بإرادتها. لا مش بإرادتي. بإرادتك بأمارة ملاك الدبلة اللي مكتوب عليها اسم. خلقت الدبلة شربات. لا يا مفتاح. قالت لا. يلا نمشي من هنا. ولا ايه؟ يلا نمشي من هنا. ولا ايه؟ ولا ايه؟ انا كمان همشي معاك. يا فندم؟ انا كمان همشي معاك. انت كمان عايزين شعب؟ عايزين شعب لو مين؟ همشي من القرف ده. قرف ده وترجعي فين؟ ترجعي تاني؟ يخلص يا مفتاح. اسمع افتح ايدك يا استاذ. هتتضرب يعني هتتضرب يا استاذ. ولا ولا ليه؟ لحد كده وكفايه تضحيات. انا ضحيت عشان مش هسيبك تقتله وتخش في السجن. انا مفتاح مفتاح واخد على السجون والمعتقلات. انا ما شفتش في السجن قبل كده. سيبنا جربه. ردش عليا لنسعك على مناخيرك دي. ها هات السلاح. مستحيل. من 10 المستحيلات. من 18 المستحيلات. كابتن عايز ايه؟ حتى ابوك شبك كده بديتين كده هطلع اجيب حاجه من فوق. هجيب ايه؟ هجيب بلح يعني هجيب ايه في الحاجه السودا دي؟ اقتلها بطه. الضربه دي جديده. ايه ده؟ خد هنا تعالى تعالى. ايه؟ العصا دي بكام؟ دي بجنيه و50 قرش. اما انت فايس وبتصرف كده بثلاثه ساعات ما تزوقيني يا ماما. جبته. جبته منين؟ سمعت عن ايطاليا؟ اكيد طبعا. يبقى اكيد تعرف الزقازيق. زقازيق؟ وده جبته امتى ده؟ الاتمون اللي فات. افتح ايدك. ايه؟ مالك يا تي؟ طنط رجلي بتوجعني قوي. طنط رجلي اسمه انكل يهبل. لو انت ما عندكش خلفيه. في حاجه حصلت لانكل؟ انت ما تعرفش ان انكل مات وطنط مسكت الشغل بقالها فتره. خلص عليه. بقالهم ثلاث اتامين يا راجل. افتح ايدك يا استاذ. لا مش هفتح ايدي. انا ما عملتلكمش حاجه وحشه. انا طلعتكم في السما فوق. تنزلتني سبع ارض. انت اللي نزلت نفسك. انت اللي زحلقتني. انت اللي مزحلق روحك. طول عمرك بتنزل عن حقك. سلبي. نزلت عن اسمك وعن دورك وعن حبيبتك وصاحبك المناضل ده. ما تجيبش سيره صاحبه. انا قلت لك انا بعمل حاجتين بسوق وبقود. انت اللي ما عجبكش. فضل استعباطك طول الوقت. وانت عايزه تمشي من القرف اللي انت فيه. بعد ما لميتك من الشوارع، بعد ما لميتك من الكلينكس. ماشي، روح في داهيه. وانت انت عارفه اني حبيتك. ايه؟ جاتك الاول. اتحرقوا في بعض كلكم. بقول لك ايه يا بروتا؟ أيوه. سيبك من كوبايه الزبادي دي وركز معايا. يبقى جابني من قدام اللمبه لطفور. ابا 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 بص يا حبيبي. أنا عرفت إن أنت بتحب شربات من قبل ومحدش. لا مفيش بحبها. أنا كنت موهوب. ما تردش عليا. والله العظيم محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك أنت. محدش هيتجوزها غيرك. محدش هيتجوزها غيرك أنت. وديني أحرقها قدام عينيك. ها؟ بطل. تزوج. إن شاء الله اللي اتجوزها غيرك يدفعها. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. ما تلزمنيش. تلزمني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بيبو فرع عزيزي.